بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمد عثمان من قناة يلا نفهم انجليش. مستمرين مع بعض، هنكمل في تقديم فيديوهات للشهادة الإعدادية الصف الثالث الإعدادي لعام 2023 الترم الثاني. طبعا شرحنا على القناة اليونت 7 بالكامل، وخدنا عليها تدريبات، وخدنا كمان الريفيو أو كتابة المقال. لو ما شفتش فيديوهاتنا ياريت تشترك في القناة وتشوف قائمة التشغيل الخاصة بالشهادة الإعدادية وتشاهد الفيديوهات اول باول، ودعمنا بلايك للفيديو. يلا بينا نبدا في يونت 8 بعنوان Protecting Our Planet. Protecting Our Planet يعني حمايه كوكبنا. اول حاجه هنبدا بيها في يونت 8 المين فوكابلري، اللي هي الكلمات الرئيسيه. اول حاجه معنا في الكلمات عندنا كلمه لوم. لوم معناها النول او نول النسيج. فولنتير متطوع. volunteer. sea grass عشب بحري. along بطول او على امتداد. including يشمل. coast وخدنا منها البيئات في الوحده اللي فاتت، فكان اسمها coastal habitat. herbus اعشاب. flood والعكس منها او الانتينوم drought يعني جفاف. climate change التغير المناخ. greenhouse gases غازات الاحتباس الحراري. ink الحبر. cartridge الخرطوشة بتاعت الحبر اللي بنحطها في البرينتر او في الطابعة. threads خيوط والمفرد منها thread. fabric قماش، وهو القماش الخام اللي بنصنع منه باقي الملبوسات. سيف معناها آمن. healthy صحي أو بصحة جيدة. climate مناخ، وهو حالة الطقس لمدة طويلة. protect حماية. protection حماية. I'm sorry protect ده الverb، protection ده حماية. familiar معناها مألوف أو شائع أو معروف. fossil fuels وقود حفري، وده طبعا غير قابل للتجدد زي ما هنعرف. landfill sites مواقع دفن او رمي القمامة. absorb ده الverb بمعنى يمتص. renewable معناها متجدد او منها الطاقات المتجددة. recycling اعادة استخدام او اعادة تدوير. waiver لا ده النساج، لكن ده اسمه ايه؟ waving اللي هو النسيج نفسه. هنيجي بقى ندخل على اهم التعريفات الديفينيشن. اول تعريف عندي بيقول لي ايه هو السي جراس. تعريفه عشان هيجيني فيه برضه في التشوز في الاختيارات، هتبقى عارف الشرح بتاعه بالانجليش. بيقول لك a plant which lives in the sea، نبات بيعيش في السي. usually near the coast بيكون في الغالب قريب من الساحل. disappear يختفي. to become impossible to see any longer يعني بيكون من المستحيل رؤيتك على ايه فيما بعد يعني. بعدين عندي كلمة diver معناها غواص. someone who swims or works under water يسبح او يمشي اسفل المياه. speech خد بالنا من كلمة speech، مهم ان احنا نعرف معناها. هي عبارة عن is a formal، عندنا لو اقول كلمة formal معناها رسمي. a formal talk about a particular subject حديث رسمي عن موضوع محدد. particular subject. attractive جذاب، وصفه يعني بيوصفه بانه beautiful or and pleasant. beautiful and pleasant يعني جميل ومشوق. naturally جاي من كلمه nature، ضفناها ال y فبقت naturally يعني بشكل طبيعي. in a way that is a result of nature يعني نتيجة طبيعية للطبيعة. familiar مقروف مألوف بتساوي well known بتساوي famous، بس هنا ليها معنى مألوف ان ده حاجة يعني معروفة يعني as you and easy to recognize يعني حاجة معروفة وسهل انك انت تتعرف عليها. recognize. waving معناها النسيج. making clothes a carpet a basket etc يعني etc وما هو يعني ايه وما الى ذلك.
by crossing threads عن طريق تشابك الخيوط. دي معنى كلمة ايه؟ weaving. traditional معناها تقليدي. a part of the tradition هو جزء من تقليد او من تقاليد of a country or group of people جزء من تقاليد بلد او مجموعة من الناس بنقول على الحاجة دي traditional. weavers نساجون دول اللي بيشتغلوا في النسيج. people whose jobs is to weave cloth ناس واللي هم وظيفتهم ان هم بينسجوا لكلاس القماش. loom دي عبارة عن a machine يعني آلة on which threads is woven into cloth والتي تغير الثريدز الى قماش منسوج. ايه بقى الثريدز نفسها؟ بيقول لي هي عبارة عن long thin string of clothing of cotton. long thin string خيط طويل رفيع من القطن. silk او الحرير used to sew or weave cloth بيستخدم ليخيط او يشغل القماش ده للثريد. fabric كلمة fabric هي عبارة عن clothes used for making clothes يعني قماش بيستخدم لصناعة الملبوسات. ناخد بالنا من كلمة cloth and clothes دي معناها قماش ودي معناها ملبوسات. ink الحبر ده عبارة عن ايه؟ a colored liquid يعني سائل ملون. liquid يعني سائل. used for بيستخدم من اجل writing الكتابة or printing او الطباعة. بعد كده لسه مستمرين في برضو في التعريفات فبيقول لي ايه هي الكارتريج؟ عبارة عن a small container حاوية صغيرة that has ink inside والتي بها الحبر من الداخل. container يعني حاوية صغيرة. air pollution تلوث الهواء. damage caused by the air by chemical and waste يعني التدمير بيحصل للهواء عن طريق المواد الكيميائية والتلوث. landfill site ايه هي landfill site؟ طبعا هي كده مواقع القمامة ولكن هي في الترجمة بيقول لي a place مكان where حيث طبعا ده رابط بيربط الاماكن. people leave rubbish on the land يتركوا القمامة على الارض. melting ice اذابة الجليد هي عبارة عن a problem مشكلة in the arctic and antarctic في القارة القطبية وفي انتاركتيكا. because of بسبب global warming الاحتباس الحراري. كلمة global warming الاحتباس الحراري. deforestation معناها قطع الغابات او ازالة الغابات. when all the trees كل الاشجار in an area are cut down يعني لما تكون في مجموعة من الاشجار في منطقة معينة are cut down يتم قطعها. warmer seas المياه الدافئة. something that can kill coral reefs شيء ما يحدث يمكن ان يقتل الشعاب المرجانية coral reefs. melt the verb معناه يذوب to become liquid ان تصبح liquid. liquid معناه سائل وكلمة عكسها solid 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 اما دي liquid. بعد ما بتخلص دول بتدخل على حاجة اسمها choose the correct answer وده مبني على ال definition على التعريفات. اول حاجة عندي بيقول لي a plant which lives in the sea نبات بيعيش في السي usually near the coast is called يسمى طبعا ده اسمه ايه sea grass. ممكن توقف الفيديوهات ممكن توقف الفيديو تعمل pause يعني توقفه تختار اجابتك وبعدين تشوف معي something او معنى الكلمة دي is to become impossible to see any longer لا يصبح يعني ممكن رؤيتك مرة أخرى أو يعني أصبح من المستحيل رؤيتك على أي حال طبعا هي معناها disappear. number 3 is someone who swims on or work underwater ده طبعا هو مين diver ناخد بالنا من diver and driver دي معناها قائد. astronaut معناها اللي هو عالم الفضاء. طيب نيجي لنمبر 4 بيقول لي a is a formal talk حديث رسمي عشان نكمل هو عبارة عن speech اللي هو الخطاب. something means بيعني beautiful and pleasant
ده طبعا ده attractive، ده السينونيم اللي هو من كلمة beautiful. Number six means in a way that is a result of nature، طبعا حاجة بتحدث نتيجة كطبيعية للطبيعة، ده اسمه naturally. Naturally يعني طبيعي. Well known معروف بشكل جيد، أو easy to recognize means وسهل التعرف عليه، ده هيكون إيه؟ familiar. Familiar. Solar energy الطاقة الشمسية is from the energy، هي من أنواع الطاقات اللي اسمها renewable. Renewable معناها قابلة للتجدد، قابلة للتجدد. من أهم الأسئلة في الاختياري. طبعا ما تنساش تشترك معنا في القناة لو انت معنا لغاية دلوقتي، ده دليل على انك انت مهتم بالمحتوى، وكمان لايك للفيديو مش هتخسر حاجة، ولو تعرف تشاركه مع غيرك اكون شاكر لحضرتك. نمبر 9 اير نقط، اير اي يعني تلوث، هي كده محلولة، means معناها damage caused by air caused to the air by chemical and waste، يعني دمر الهواء عن طريق المواد الكيميائية والتلوث، اللي هي بقى pollution، air pollution. A site is a place where people leave rubbish on the land، ايه المكان اللي بنرمي فيه الرابش on the land، اسمه landfill. Landfill. Number 11 not ice means a problem in the Arctic or Antarctic because of بسبب global warming، طبعا melting ice. Melting ice ذوبان الجليد. قبل ما تخش على الإجابة طبعا لازم تكون حافظ الكلمات وتقدر تجاوب بكل سهولة، مفيش أي مشكلة. When all the trees in the area are cut down means، لما نقطع كل الأشجار في منطقة، ده اسمه إيه؟ اسمه deforestation. Deforestation. Something that can kill coral reefs means حاجة ممكن تقتل الكورال ريفز اللي هي الشعاب المرجانية، اسمها warmer seas. Warmer seas البحار الدفيئة. Number 14 A، قولي A معناها يعني حاجة من دول، يعني A كذا، is a very large amount of water، كمية كبيرة من الوتر، that covered an area، area يعني منطقة، بتغطي منطقة معينة. مديني كلمات، طبعا هي كلمة flood يعني فيضان. كلمة flood معناها الدماء. Number 15 بيقولي 15 بيقولي means، ده معناه يعني make clothes carpet basket etc by crossing thread، ده اسمه ايه بقى؟ اللي هي ايه؟ weaving. weaving اللي هو ايه؟ النسيج. بعد كده number 16 بيقول means معناه برضو part of the traditional، جزء من traditions، جزء من ثقافة of country بلد or group of people، ده اسمه ايه؟ traditional يعني تقليدي. تقليدي. بعد كده برضو عندنا الجزء برضو خاص لسه بالتعريفات 17 18 19 20 21 22، يا ريت توقف عليهم تحلهم وتكتب لي في التعليقات. انا عايز الناس تتفاعل وتكتب وتجاوب، هتكتبهم بارقامهم من اول 17 لغايه 22. هندخل بعد كده على القسم بتاع السينونيم اند انتونيم، المرادفات والمتضادات. ما ننساش ان كلمه سينونيم هي كلمه ان ذا سيم مينينج، نفس المعنى، او كلمه مينينج. اما كلمه انتونيمز بتساوي الاوبوزيت اللي هو المضاد. اول حاجه عندي في الوردس بيقول لي كلمه بروتكت معناها او شبيهه ليها كلمه سيف اللي هو السينونيم. الانتونيم دامج، دامج يدمر، ده مش معناه ان ده السينونيم الوحيد او ده الانتونيم الوحيد، ولكن ده معناه ان ده جزء من السينونيم او الانتونيم. فانت لو عندك كلمات تانية برضو خليها معاك في الذاكره. عندي كلمة absorb معناها يمتص، وبتساوي كلمة take in. take in عكسها give out. give out. start بتساوي begin في مرادف ليها، وعكسها كلمة finish. agree بتساوي accept، وعكسها reviews، وممكن تبقى عكسها disagree. okay. let يسمح او يترك بتساوي allow، طب عكسها prevent. prevent. ask يعني يطلب، inquire برضو معناها يطلب، عكسها answer or reply. بعد كده عندي traditional نفس المعنى old، عكسها new أو modern. attractive زيها كلمة beautiful، عكس الاثنين ugly. familiar بتساوي كلمة known أو well known، برضو نفس الكلام. unfamiliar ده العكس، وممكن أعكس من كلمة إيه known بتبقى إيه unknown، برضو بإضافة un. بعد كده عندي disappear بتساوي كلمة vanish،
vanish معناها يختفي، وعكس الاثنين appear. appear ده بالنسبة للمرادفات والمضادات. هنيجي بقى للprefix. prefix عندي ايه بقى في البريفيكس؟ عندي كلمة renewable معناها متجدد، متجدد. unrenewable معناها غير قابل للتجدد. cycle هنضيف لها re تبقى recycle، يعيد استخدام او التدوير. recycling اعادة الاستخدام او اعادة التدوير. disadvantages، advantages معناها مميزات، disadvantages معناها عيوب الاشياء. unkind، unkind غير طيب. unfamiliar غير مألوف. disappear معناها يختفي. impossible معناها مستحيل، طبعا هي كلمة أصلا كلمة possible. irregular معناها غير منتظم، زي ما كنا بناخد في الأفعال، في أفعال regular and irregular. عندي إيه بقى في السفكس؟ عندي أول حاجة طبعا السفكس هي إيه؟ اللواحق. change يغير. changeable معناها متغير. happy سعادة، happy سعيد. happiness السعادة، ده اللي جبنا النون منها. use معناها يستخدم. useless معناها بلا فائدة أو بلا قيمة. traditional تقليدي. helpful متعاون. colorful ملون. waiver معناها نساج. attractive جذاب. beautiful جميل. environmental معناها بيئي أو متعلق بالبيئة. أسئلة بقى خاصة بالsuffix والprefix والsynonym والantonym، تختار عليهم يعني تشوز مبني على هذه إيه المهارات. أول حاجة في الأسئلة عندي بيقول لي the antonym of renewable، العكس من renewable، العكس من كلمة متجدد هي طبعا non-renewable يعني غير قابل للتجدد. طبعا هنا جبنا العكس باستخدام none. number two is the same as، برضو خد بالك من كلمة the same as دي معناها نفس الايه شبيهة بيها، يبقى دي عايز ايه بقى synonym. كلمة taken، take in بتساوي absorb، absorb. the prefix البادئة means use again، انك تستخدم الحاجة من جديد. طبعا هي كلمة ايه re زي كلمة renewable يعني قابل او معاد لاستخدام. مثلا عندي verb معناها build يبني، rebuild يعيد البناء. اوكي play يلعب، replay يعيد لعبة او يعيد اللعب. the suffix is suffix المهم gives تعطي the opposite of useful. لو جبت ايه معي عشان اعمل العكس من كلمة useful هتبقى ايه useless. useless هضيف less معناها بلا قيمة او عديم النفع. the of let is allow، يبقى let معناها يسمح وبعدين is allow، يبقى هنا الكلمتين دول بينهم ايه شبه بعض ولا ضد بعض؟ هم طبعا ايه let يعني يدع و allow يعني يدع او يسمح، وهم الاثنين the synonym of let is allow. we form يعني نكون. the name of from weave. we add the suffix نحن ندي اللاحقة. تبقى ايه بقى هنضيف لها ايه ing weaving يعني النسيج. impossible and possible are الكلمتين دول عبارة عن ايه؟ impossible and possible عبارة عن antonyms يعني مضادات أو متضادات. known is the synonym of كلمة known يعني معروف، نفس المعنى لكلمة familiar. familiar يعني ها مشهور، نفس الكلمة معروف أو مألوف. اختياري على استنتاج المعنى، اختياري على استنتاج المعنى. عندي كلمة appear paper I'm sorry paper can be reused again. يعني بص هنا كلمة used reused again. reused هنا معناها ايه بقى؟ انك انت عملت لها ايه؟ عملت لها recycle يعني اعدت استخدامها. recycling is great for the environment. recycling اعدت استخدام عظيم جدا للبيئة. that means it is هذا يعني انه useless bad good terrible. طبعا هي good يعني جيد. بعد كده بيقول لي we asked our teacher to start a project and he said yes. هو احنا قلنا له ممكن تبدأ المشروع and he said yes وهو قال نعم. this means هذا يعني he انه ايه refused disagreed agreed loved. طبعا هي وافق يبقى ايه agreed. this form of energy هذا النوع من الانرجي is sustainable
sustainable مستدام مستدام we can use it again we can use it again نقدر نستخدمه مرة تانية that means هذا يعني أو means it is طبعا هذا معنى إن هو إيه بقى renewable أنه يعاد استخدامه أو قابل أو متجدد عندي هنا بيقول لي student student book and workbook تمارين موجودة في student book and workbook forest fires are increasing الغابات الحرائق بتزيد because our is getting hotter لان ايه بقى بتزداد حرارته او بترتفع حرارته طب انا عايز كلمة كوكب مديني كلمات كتير شبه بعض ولكن هي planet our planet is getting hotter طبعا plate معناها طبق دي plane معناها طيارة plan معناها خطة هي طبعا planet it is bad to put rubbish انه من السيء ان نضع الرابش in not sites because لان ميثان is produced لان غاز الميثان ينتج او يعني بتعمل غاز الميثان وهو غاز خطير على البيئة طبعا هي في landfill site landfill site معنا برضو number 3 trees keep the air clean by الاشجار تحافظ على الهواء نظيفا by عن طريق carbon dioxide بتعمل ايه للcarbon dioxide بتعمل له ايه absorbing carbon dioxide امتصاص الكربون dioxide climate change will get worse سوف يصبح أسوأ if we burn fossil لو احنا استمرنا في احراق الوقود الاحفوري اسمه ايه fossil fuels solar energy الطاقة الشمسية and wind power وطاقة الرياح are types of not energy هي انواع types of معناها انواع اللي بتسوي kind of okay انواع للطاقة ايه اللي هي ايه non-renewable ولا renewable طبعا هي renewable energy طاقة متجددة number 6 warming is a serious problem serious معناها خطير بتسوي برضو ومعناها جاد okay مشكلة خطيرة اللي هي طبعا ايه global warming الاحتباس الحراري احتباس ايه الحراري do you know that هل تعرف ان some plants pollution from the air التلوث من الهواء النباتات بتعمل ايه absorb تمتص absorb pollution from air او the air Egypt is usually sunny عادة بتكون sunny مشمسة So it is a great place إنها مكان عظيم to use not energy solar energy طبعا في شمس يبقى solar energy wind and waves الطاقة والأمواج are two fantastic forms أشكال رائعة لإيه of energy للطاقة إيه مهمة دي renewable energy مهم إنك تعرف الطاقات المتجددة climate إيه increases معناها يزيد when we cut down trees يعني بيزداد عندما نعمل ايه للاشجار قصدي لما نعمل الاشجار بيحصل ايه climate change التغير المناخي يزداد سوءا طبعا عندما نقوم بقطع الاشجار ان شاء الله كده ده الجزء الاول من الفيديو هنكمل مع بعض ملخص الجرامر وكمان القطعة والمقال في الفيديو القادم أشكركم وأتمنى لكم التوفيق لو وصلت لغاية هنا تنساش تدعمنا بلايك للفيديو واشترك معنا لو أنت مش مشترك شارك الفيديو مع غيرك أتمنى لكم التوفيق كان معكم مستر محمد عثمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته